واتسون ام تي في برامجنا على شاشة الام تي في الليلة. فيلم تحت عنوان ندم بيتناول قصة صبية واقعة بين ظلم الأب وحب بينتهي بعذاب أكبر وأكبر مع عدد من النجوم اللبنانيين: أنطوان كرباج، تقلا شمعون، ألين لحود، يوسف حداد. فكرة نقول حنا، سيناريو وحوار جبران ظاهر وإخراج جندلا أديح. وضيفة البرنامج ليندا مطر، رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية. الثالثة بعد الأخبار، فيلم مهضوم كتير بتابعوا أحداثه عبر الـ MTV. الثالثة بعد الأخبار منكون مع داليدا خليل وزياد برجي وعدد كبير من النجوم بفيلم حلو كتير وكذابة، بعد ما شفنا أكيد مسلسل حلو وكذابة على شاشة الـ MTV. أما الأربعة فالموعد بعد الأخبار مع ميني فيلم تحت عنوان كفى، والساعة 9:30 الموعد الأسبوعي بيرجع مع الزميل وليد عبود وبرنامج بموضوعية بموسم جديد. أما هلأ نشوف أجمل الأوقات مع ما في مثله. خلص وزن ليش بتعب هيك؟ ما عم ليش بتحب تسب؟ ما ليش بتحب تسب؟ لك دورة أنا لا دوري أنا بليز كيف بقى؟ ليش بتسرق في ليلكسي؟ ليش بتحب تحارب؟ ما عم بحارب بلا عم بتحارب. أنت كثير بتحب تشارع. أنا عم بشارع بتحب تناقر. آه باردون سوري. آه والله سوري في ليلكسي. شو بدك تقول؟ ليش قلبك أسود؟ منه أسود بس دورة لا دوري أنا دوري أنا لا ولازم او talk to the hand ما وز talk to the hand go to hell okay بتحب تجرحني ما عم بجرحك بس حق بس بايدك حامل سكين وعم تجرح تيتي انا فرجي من فرجي تيتي شو في صوتكم طالع لبرا بيجي هاي تيتي هلو شيري مرحبا هاي هاي تيتي شو اخبارك؟ صافا؟ تعاملك شو بتلبسي حلو يا عقرب بزن منك بفا شو؟ ماشي كيفي حبيبي؟ صافا شو في؟ اه تيتي ما بعرف اتحمل رح بس اه ايا شو عم تعمل؟ عم ببكي عم بوه هيك بيبكوا؟ طيب لحظة في مجال أعرف من مجدي إيه بليز مجدي؟ وي شو صاير معك أنت وياه؟ عصبنا طيب في مجال أعرف الخبرية؟ حياتي سوري فيني أقول لك شو؟ قول هدس خلص ما بقى فيا قول هدس أنت كثير أنانة وجدي ما تقول له أنانة أنانة بقوة شو عرفك بحب الأنانة؟ ليكا لا في مجال يكون بوزن تخين نحس بشو؟ خلص ما في مثله بكرة على شاشة الـ MTV. أما هلأ خلص وقتنا بلايف لليوم، موعد جديد بكرة 8:30 مع مجموعة جديدة من المواضيع. باي باي. بكرة بلايف أب تو ديت آخر أخبار لبنان والعالم. بيوروسكوب خصائص برج السرطان والتوقعات اليومية. بواتس كوكينج لحمة بيكاتا محشية خضرة وجبنة. ايش انا ناطرتكم باي كويز لتربحكم جوائز. ماي سيلكشن اوف دي في ديز بيفرلي هيلز كوب تي ويز موسوليني وسويت نوفمبر. وبيوتي نصائح جماليه جديده مع ليلى عبيد.